عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. دابا مع الصيف والحراره، احنا كاملين كنبغيو داك العصير اللي منعش اللي بارد. جيت نقدم معكم واحد العصير اقتصادي ساهل وبنين، واي واحد راه ممكن يكون كيديرو. انا اول مره كندير الطريقه هذه، كنجربو. انا ما كنتش كنديرو، ودابا غنجرب اللبن والفريز، كيجي غزال. نبداو على بركة الله. عندي هنايا تقريبا ربع ديال الفريز، عندي هنا يطرو لارب ديال اللبن، وعندي السكر سنيده. نبداو على بركة الله. غادي ندير انايا هذاك الفريز، وغادي نضيف عليه ما غاديش ندير داك يطرو كامل، غادي نطحن. غادي نضيف السكر، البنات السكر تيبقى اختياري حسب الذوق ديالكم. درت انا ثلاثة وغادي نطحن. غادي نغطي هذا وغادي نديرو. صافي البنات، دابا غادي نديرو نطحن. انا حيدت الصوت البنات على ود السطاع. واحد الفكره البنات نديروها في بالكم، فاش تبغيو تطحنوا الفريز او اللبن، واحد فيهم يولي واحد فيهم يكون بارد كلاص، اما اللبن اما الفريز يكون في الفريكو باش كيجي بنين. العصير ديالي هو وجد، بسم الله. صافي العصير ها هو وجد، كيجي البنات بحال شكل المذاق ديال رايبي غزال وبالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم.